الصورة إذن من مدينة نيس في الجنوب الفرنسي، حيث وصلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان قد تقرر توجهه مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة نيس، وتحديدا إلى الكنيسة التي شهدت حادثة الطعن، التي باتت التقديرات الرسمية الفرنسية تقريبا تصفها بأنها حادثة إرهابية. المدعي العام لقضايا الإرهاب في فرنسا أعلن تلقيه طلبا للتحقيق في هذه الدعوة بحسبانها عملا إرهابيا، فيما كان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قد توجه إلى مقر وزارة الداخلية الفرنسية لمتابعة اجتماع خلية الأزمة التي عقدت بعد إعلان وقوع ذلك الحادث. 3 من القتلى، تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى أن واحدة من بين الذين لقوا حتفهم ومصرعهم في هذه الحادثة فصل رأسها عن جسدها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قصر الإليزي قد أصدر بيانا صباح هذا اليوم وبعد الإعلان عن هذه الحادثة عن توجهه مباشرة إلى مدينة نيس في الجنوب الفرنسي لمتابعة ما يجري، لعل وصوله إلى المدينة يتوجه على إثرها مباشرة إلى الكنيسة التي كانت مسرحا لهذه المقتلة الدامية. وقبلها بساعات كانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت فرض طوق أمني شامل في محيط الكنيسة وفي محيط الشوارع المؤدية كذلك إلى هذه الكنيسة. الرئيس الفرنسي يتجول في محيط الكنيسة التي كانت مسرحا لهذا الحادث تماما كما فعل عند ذبح أستاذ التاريخ الفرنسي صامويل باتي، عندما ذهب إلى محيط المدرسة، بل دخل المدرسة نفسها التي كان يلقي فيها أستاذ التاريخ الفرنسي محاضراته. ذات الأمر يتكرر هذه المرة مع كنيسة نوتردام في مدينة نيس التي وقعت فيها تلك الحادثة المأساوية. الشرطة الفرنسية وزير الداخلية جيرالد دارمينان كان قد أشار إلى أن منفذ هذا الهجوم تم إطلاق الرصاص عليه وتوقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات في مدينة نيس التي وقع فيها هذا الحادث، منفذ الهجوم قيد الاحتجاز. وبعض التقارير الإعلامية الفرنسية كانت قد أشارت إلى أن الشرطة تلاحق بعض زملائه أو أصدقاء منفذ ذلك الهجوم، الهجوم الذي يأتي بعد نحو أسبوعين وكما أشرنا من عملية الذبح التي استهدفت أحد أساتذة التاريخ الفرنسيين، كان ذلك في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. اليوم هذه الواقعة وهذه المقتلة الدامية التي حدثت في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الساحلية السياحية العريقة جنوبي فرنسا، وهي المدينة نفسها التي كانت مسرحا أيضا لعملية دهس عنيف وقع في يوليو من عام 2016 في ليلة كان السائحون والمارة يمضون أوقاتهم على أحد الطرق الرئيسة، فقام أحد الإرهابيين أو أحد المنتمين إلى تنظيمات إرهابية باستقلال شاحنة بضائع وقام بدهس عدد من المارة فيها. هذه هي الواقعة الأولى وبعد أكثر من 4 سنوات التي تكون فيها مدينة نيس وكنيسة نوتردام فيها مسرحا لحادث إرهابي بطبيعة خاصة. الصورة إذن لا تزال من مدينة نيس جنوبي فرنسا للحظات وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى محيط كنيسة نوتردام التي وقع فيها هذا الحادث. اجتماعات على مستويات مختلفة للسلطات الفرنسية بدأت بتصريحات قصر الإليزي بأن الرئيس ماكرون سيتوجه إلى مدينة نيس وقد وصلها بالفعل، وتوجه رئيس الوزراء جان كاستيكس إلى مقر وزارة الداخلية لمتابعة اجتماعات خلية الأزمة التي كانت قد عقدت في مقر وزارة الداخلية. المدعي العام الفرنسي لشؤون الإرهاب قال إنه تلقى طلبا للتحقيق في هذه الواقعة باعتبارها واقعة إرهابية. التحركات التي تمت كذلك وكانت مرتبطة بتصريحات ولقاء رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في البرلمان الذي وقف أعضاؤه دقيقة صمت حدادا على أرواح القتلى والضحايا الذين سقطوا. 3 قتلى كحصيلة معلنة حتى هذه اللحظة من السلطات الصحية والأمنية في فرنسا، وعدد آخر غير محدد من المصابين من بينهم منفذ هذا الهجوم الذي لا يزال رهن القيد أو قيد الاحتجاز في أحد المستشفيات في مدينة نيس. السلطات الأمنية في فرنسا كانت قد نشرت مقاطع مصورة لعدد من أفراد الأمن وقوات الشرطة الفرنسية وهم يدخلون إلى مبنى الكاتدرائية مبنى الكنيسة للتعامل مع واقعة القتل التي تمت في صباح هذا اليوم.
الصورة إذن لا تزال مع حضراتكم كما نتابعها الآن على الهواء مباشرة من أمام كنيسة نوتردام. الرئيس الفرنسي يجري حوارا أو نقاشا جانبيا مع بعض الحاضرين، لا يعلم ما إذا كان هؤلاء الحاضرين هم بعض ذوي الضحايا في هذه الحادثة أم لا، لكن هي هذه الزيارة التي كان الرئيس الفرنسي قد تعهد بإجرائها فور وقوع هذا الحادث للوقوف على بعض التفصيلات المرتبطة بملابسات هذا الحادث واللحظة التي وقع عندها هذا الحادث الذي ارتكبه أحد الأشخاص والذي لا يزال حتى هذه اللحظة في المستشفى يتلقى العلاج وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية. السلطات الأمنية كذلك كانت قد أعلنت، وكما تتابعون حتى في هذه اللقطات، انتشارا كبيرا في محيط كنيسة نوتردام وفي الشوارع المؤدية إليها، منع عبور المارة أو المشاة أو دخول أي سيارات في تلك المنطقة، لكنها وفي اللحظات الأولى التي أعقبت وقوع حادث القتل الذي أودى بحياة 3 أشخاص كانت السلطات الأمنية الفرنسية وأفراد الشرطة الفرنسيون قد اقتحموا أو دخلوا موقع الكنيسة للتعامل مباشرة مع هذا الهجوم ومع هذه الحادثة. رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس كان قد أعلن وتعهد بالأحرى أمام أعضاء البرلمان الفرنسي بأن يكون لبلاده رد صارم تجاه هذا الحادث الإرهابي الذي حظي باستهجان كبير من قبل دول مختلفة. الكرملين كان قد أعلن إدانة أيضا لهذا الحادث الذي استهدف أرواح الأبرياء في كنيسة نوتردام بمدينة نيس، وكما تجدر الإشارة بشكل دائم إلى أن العاصمة الفرنسية باريس أيضا كانت مسرحا لواقعة طعن أو ذبح كما وصفت من قبل أحد الشباب الشيشانيين لأستاذ التاريخ في إحدى المدارس الواقعة في ضاحية من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وساعتها أيضا انتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تلك المدرسة وتفقد بعض جنباتها والتقى عددا من طلابها، ثم توجه بعد ذلك ليوجه خطابا إلى الشعب الفرنسي يقول فيه إنه متعهد بالحفاظ على مبادئ الجمهورية الفرنسية. ومن بعد ذلك كان الرئيس الفرنسي قد حضر وبنفسه احتفالية أقيمت للأستاذ التاريخ الراحل صامويل باتي الذي كان قد لقي حتفه في واقعة طعن. واليوم حتى بعد هذه الحادثة بنحو ساعة ونصف تقريبا كانت إحدى المدن الفرنسية مدينة أفينيون أعلنت فيها الشرطة مقتل شخص كان يهدد المارة بسكين أو بسلاح أبيض في أحد شوارعها. السلطات الأمنية وكما تتابعون أعلنت فرض هذا الطوق الأمني، وقبل أكثر من 3 ساعات من الآن في محيط الكنيسة للحيلولة دون وصول أي من الأشخاص، وهي التي كانت قد أعلنت السلطات الأمنية في فرنسا منع أي مدني من الاقتراب من محيط كنيسة نوتردام. خلية الأزمة في وزارة الداخلية الفرنسية أيضا كانت قد أعلنت أن عملية أمنية مكبرة تقوم بها وزارة الداخلية الفرنسية في مدينة نيس لتطويق هذا المبنى ولتعقب الجناة إذا كان هناك أكثر من مشترك في هذه الواقعة. إذا ما أخذنا في الاعتبار ما أعلنته السلطات الفرنسية من اعتقال الشخص الذي قام بتنفيذ هذا الهجوم أو عملية القتل التي أودت بحياة 3 أشخاص وعدد آخر من الجرحى والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المحيطة بكنيسة نوتردام في مدينة نيس في الجنوب الفرنسي، واحدة من بين أهم المقاصد السياحية الكبيرة في فرنسا وفي عموم أوروبا هي مدينة نيس التي استهدفت بهذا الحادث. الرئيس الفرنسي يوجه حديثه إلى بعض أفراد قوات الأمن وربما حتى أفراد الجيش الذين انتشروا في هذه اللحظة. الرئيس إيمانويل ماكرون على ما يبدو يغادر هذه المنطقة المحيطة بكنيسة نوتردام إذانا بانتهاء جولته التي قام بها بعد وصوله مباشرة إلى مدينة نيس. ربما تكون هناك كلمة مستقبلا للرئيس الفرنسي يتحدث فيها عن تعهدات وإجراءات حكومية تقوم بها السلطات الفرنسية في أعقاب هذا الحادث. On revient dans 2 minutes.